قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فالسائل يسأل قائلا: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من الصلاة؟ أقول بالله التوفيق: نعم، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي بالتكبير، والله أعلم. ولكن محل هذا إذا لم يشوش به على مصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، والله أعلم. تقول السائلة إنها يتقدم لها خاطب، هل يجوز لها أن تضع المكياج على وجهها تزينا وتجملا للخاطب؟ أقول بالله التوفيق: المكياج يغير الملامح، فهو يحمل نوع غش، فعليه لا يجوز فعله للخاطب حتى لا يدلس عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ. نعم. فضلت الشيخ. تفضل. الحمد لله. بقول لحضرتك: حكم الصلاة خلف إمام يرفع إحدى رجليه في الصلاة أثناء السجود، ده السؤال الأول. السؤال الثاني: هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العربية لثلاث، إني عربي، فيه حديث عن كده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجزاك الله خير فضلت الشيخ. وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الأخ: هل تجوز الصلاة خلف إمام وهو ساجد أحيانا يرفع رجليه أو إحدى رجليه؟ أظنه يرفعها أحيانا أو يرفعها وقتا ويبقيها وقتا، فإذا كان ذلك كذلك فتجوز الصلاة خلفه ويعلم إذ جهل، والله أعلم. أما الحديث الذي فيه: أحب العربية لثلاث لأني عربي إلى آخره، فلا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أقول وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وإياك. والله إدعي لابني بالنجاح، عنده بكرة إن شاء الله امتحان ثانية ثانوي. الله يوفقنا وإياك وإياه وأبنائنا وبناتكم. حضرتك ليا سؤال بالنسبة للخطوة للمساجد، ترفع درجة وتحط خطيئة، هل دي خاصة بالنساء والرجال ولا الرجال فقط؟ وهل لو أنا لو بكرت في الجمعة برضه آخد نفس الأجر اللي هي تقديم بكرة، ولا هي برضه خاصة بالرجال فقط؟ جزاك الله كل خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخت تسأل عن فضيلة الخطى إلى المساجد، هل هي خاصة بالرجال أم أنها تشمل النساء أيضا؟ أقول وبالله التوفيق، لم يرد نص مفصل إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة: فتاة تقدم لها شخص لخطبتها فرآها ورأته، ولكنه أجل الإعلان عن الموافقة إلى أن يستخير، وهي الأخرى أجلت الإعلان عن الموافقة إلى أن تستخير، ففي المدة تقدم لها خاطب آخر، هل يجوز للخاطب الآخر أن يراها مع أنها لم تبدي ركونا للخاطب الأول؟ أقول: إذا كان بالتوصيف المذكور فنعم يجوز للخاطب الجديد أن يراها، لأنها ما زالت غير مخطوبة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام، تفضل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. من فضلك، انا 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 بشتغل في دولة خارجية في الكويت، والراتب بتاعي بينزل على بنك غير اسلامي، فرحت اشتري سيارة من معرض سيارات، قال لي انت ممكن يعني تعمل استقطاع، ممكن تروح لبنك اسلامي وتخليه يعمل لك ايه، تخليه يعمل لك استقطاع من الراتب بتاعك. فكنت عايز اعرف حكم الكلام ده صح ولا لا، وفي بنك لا أنا ولا يعني اولا اسال عن صورة العقد بينك وبين البنك، اذا كانت بطريقة المرابحة المعهودة فالبنك الاسلامي وغير البنك الإسلامي كلهم سواء في هذا الباب، والتعامل معهم محرم بالتوصيف الذي هو معلوم وأطلقوا عليه اسم المرابحة، ابتعد عنهم، أسلموا لدينك، فهم لا يمتلكون سيارات، بارك الله فيك. يسأل عن حكم شهادات الاستثمار بنظام جيم التي هي جوائز فقط، كل شهادات الاستثمار بكل صورها ألف وباء وجيم كلها محرمة فابتعد عنها. يقول الأخ السائل: ما الحجة في جواز تقدم شخص لخطبة فتاة قد رآها رجل لخطوبتها ولم تبدي له الموافقة؟ أقول وبالله التوفيق: الحجة في ذلك أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال: أما معاوية فاصعلوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن تزوجي أسامة بن زيد. فهذا الدليل على ما ذكر، وبالله التوفيق. يق...
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤالين يا فضيلة الشيخ. نعم. السؤال الأول، الاغتسال للرجل واجب يوم الجمعة، ممكن يغتسل بعد منتصف الليل يعني ليلة الجمعة، ولا لازم يوم الجمعة؟ ولو كانت الست بتذهب برضو واجب لها الاغتسال؟ السؤال الثاني لو سمحت. تفضلي. ممكن الام تنام جنب ابنها او تنعس جنب ابنها البالغ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن الاغتسال للجمعة للرجال وللنساء فهو مستحب ليس بواجب لا على الرجل ولا على المرأة هذا. وغسل الجمعة وقته من بعد الفجر، من بعد الفجر هذا ابتداؤه. فعلى أي حال الاغتسال مستحب للرجال وللنساء ووقته كما علم. أما نوم الأم بجوار ابنها البالغ فهذا يجر إلى فساد وشر، يجر إلى فساد وإلى شر إذا كانت تنام معه في فراش واحد، فيمنع مثل هذا، فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤال يا شيخ. تفضل. نحن في المغرب نقوم بتأسيس جمعية تعاونية سكنية من أجل شراء بقعة كبيرة نقوم بتقسيمها بيننا بالقرعة أو التراضي. تسمعني يا شيخ؟ أنت قلت إنكم في المغرب تقومون بتأسيس جمعية تعاونية للبناء وبعد ذلك نشتري بقعة أرضية كبيرة نقسمها بيننا بالتراضي أو بالقرعة وبعد حتى نتمكن من تخفيض الثمن. هذه الجمعية تكون قانونية ومصرف بها من طرف الدولة ولها قانون داخلي ينظمها، وكل منخرط يقوم بدفع مبلغ معين شهريا. الآن أنا ما فهمت، أنت قلت من شروط الجمعية حساب بنكي. عفوا السؤال غير واضح، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل إنه مقيم بالرياض وبإمكانه أن يحج عن أبيه وأبوه في مصر، صحة أبيه جيدة ولكنه ليس معه مال للإتيان للحج، هل يجوز أن يحج عن أبيه مع العلم بأنه كان قد حج عن نفسه؟ أقول وبالله التوفيق، حج عن أبيك لكنها ستكون نافلة ولا تسقط الفريضة عن أبيك، فإذا استطاع أبوك لزمه الحج والله أعلم. يسأل سائل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ أسأل، إيه حق الزوجة لما تكون غضبانة عند أهلها؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كنت أنت الذي طردتها إلى أهليها فأنت ملزم بالإنفاق عليها. أما إذا هي نشزت وتركت لك البيت عن غير إذن ولغير سبب، في هذه الحال عند الجمهور تسقط نفقتها ما دامت هناك والله أعلم. يسأل سائل عن معنى نكاح الشغار. نكاح الشغار أن يقول الشخص للشخص زوجني أختك أو زوجك أختي ليس بينهما صداق، أو زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ليس بينهما صداق والله أعلم. يسأل سائل قائلا، هل يجوز أن أدعو لشخص باسمه في القنوت في الصلوات، أو أدعو على شخص باسمه في القنوت في الصلوات؟ نعم
يجوز ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد. وقال أيضا: اللهم عليك بفلان وفلان، برعل وذكوان، وعصي عاصة الله ورسوله. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل قائلا: هل الشخص يعرف أنه سيموت قبل وفاته بأيام، أو يستشعر الموت قبل وفاته بأيام؟ هذا ليس عليه دليل، ولقد قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، ليا ثلاث استفسارات لو تكرمت فضيلة الشيخ. اتفضل. في سورة البقرة: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتتنى، وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس. طبعا كان قبلها قال لبثت، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتتنى. اللي أنا بفهمه من المعنى هنا، والله أعلم، إن لم يتتنى لم تغيره سنين، فهذا يدل إنه قعد يوم أو بعد يوم. السؤال الثاني في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل معناها إن الكل صلى نتوضأ؟ السؤال الثالث في سورة آل عمران، يقول تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، إيه المقصود أن تكون الآية محكمة؟ وجزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم. يقول الأخ السائل: إن قوله تعالى بل لبثت 100 عام قد يبدو عند السائل متعارضا مع قوله تعالى وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم تغيره السنون. يسأل عن الجمع بين هذا وذاك. أقول: الله قادر على أن يحفظ الطعام بلا تغير مدة 100 عام، فالذي قدر على إحياء الميت قادر على أن يحفظ له طعامه مدة 100 عام، والله على كل شيء قدير. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هل يلزم لكل قيام إلى الصلاة أن أتوضأ؟ هذا ليس بلازم، إنما في الآية تقدير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث، يعني إذا قمتم وأنتم لستم بالمتوضئين، فحينئذ اغسلوا وجوهكم. وقال آخرون: إذا قمتم من نومكم. وقال آخرون: كان أمرا بالوضوء لكل صلاة ولكنه نسخ. وعلى أي حال، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ عام الفتح وصلى 5 صلوات بوضوء واحد. سأله عمر: يا رسول الله، صنعت شيئا لم أرك تصنعه من قبل، توضأت أو صليت 5 صلوات بوضوء واحد؟ قال: عمدا فعلته يا عمر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ نعم، ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ تفضلي. زوجة الابن ممكن ولد الزوج يقبلها؟ زوجة الابن هل يمكن أن يقبلها أبو الزوج؟ إذا كان أبو الزوج طاعنا في السن، والقبلة غير مصحوبة بشهوة ولا فساد، جاز
ذلك إذ هي محرم على التأبيد. أما إذا كان شابا قويا وهي شابة أيضا والقبلة تشاب بالفساد فلا، فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلكم الله سيدي ورفع الله قدرك ومقامك ولك بمثل. اللهم آمين. أريد من فضيلتكم وبقيمتكم وقامتكم العلمية أن تحدثوا من يعني يشوه في الإخوان المسلمين الآن، لا أقول القنوات اللي هي الهدامة، لا، من أعني من يحسبون على الإسلاميين أو التيار الإسلامي أو بعض وخبال فضلتك، ومن أيضا يفتون بمقاطعة الانتخابات، وهم يعني للأسف يعني سبحان الله يعني أقول لبعضهم إن لم يكن يعني بيدك أن تنصر أخاك فلا تخذله. طيب اسمح لي، اسمح لي من فضلتك، اسمح لي اسمح لي، يعني أنت تريد مني أولا، ماذا تريد مني أولا؟ أريد من فضلتك كلمة لمن يقولون بمقاطعة الانتخابات، ده أولا. طيب. ثانيا الذين يشوهون ويقطعون في الإخوان المسلمين في على الفيسبوك وعلى القنوات وكذا، جزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. أما عن مقاطعة الانتخابات فأراه رأيا ليس بسديد ولا موفق، لأننا عندنا قواعد شرعية، إذا تزاحمت علينا المصالح اخترنا أعظمها، وإذا تزاحمت علينا المفاسد والمضار اخترنا أخفها ضررا. هذا بغض النظر عن شرعية الانتخابات من أصلها، لكنني أقول أننا الآن في مرحلة موازنات ومفاضلات، فالذي يظهر لي والله أعلم أن من قال بمقاطعة الانتخابات رأيه بعيد عن الصواب، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ينزل ويدلي بصوته لاختيار الأكفأ المقرب من الله سبحانه، الناصر لشريعة الله سبحانه. أما عن الطعون التي تقوم بها بعض الفضائيات الآن، فليس بغريب على الفضائيات أن تنتهك الأعراض وأن تكشف وأن تفضح المسلمين بحق أو بغير حق، فهذا شأن الإعلام الفاسد في كل الدول، لم يسلك مسلكا شرعيا في معالجة الأمور، وليس نقده بالنقد البناء في غالب الأحوال، إنما نقده بطريقة مزرية مشينة لخدمة مصالح ومطامع. فأذكر المسلمين بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم، وقالوا هذا إفك مبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي أنا لا أعني بالذين يشوهون أو يطعنون في الإخوان من الفضائيات، أنا لا أقصد ذلك، ما قصدت ذلك، أنا أقصد أن هناك مشايخ للأسف وأبناء المشايخ، يعني عندنا في مدينة السلام الشيخ أحمد حسن ابنه يعني شغال على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، تقطيع وتشويه وقدح في الإخوان المسلمين وتزوير، يعني غلب عكاشة وأمثاله. فأنا أريد كلمة لهؤلاء المشايخ الذين كانوا يقولون يعني ولي الأمر إن أخذ مالك وجلد ظهرك وكذا، وولي الأمر ولي أمر، وصدعوا أدمغتنا بهذا الغثاء، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. عفوا أرجو منك أن تستغفر الله، لأن ولي الأمر في الشرع له حق، وما يذكره البعض من لزوم طاعة ولي الأمر
هي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظن أنه خانك اللفظ في الكلام، وأظنك تعني تنزيلهم، أما أصل ما يقولونه في طاعة ولي الأمر فطاعة ولي الأمر الأدلة عليها كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن وصفك لا بالغساء فعليك أن تستغفر الله أولا، لكن لعلك تعني تنزيل كلامك أو تنزيل كلامهم على من ليسوا بمستحقين لهذا الوصف لما يبدو منهم من مخالفات كثيرة، لعلك تعني هذا. لكن على أي حال فالوقت يحتاج إلى جمع للكلمة، يحتاج إلى اعتصام بحبل الله جميعا، يحتاج إلى عدم فرقة. الوقت لا يحتاج أبدا إلى تنازع، فربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا كنت ستظهر يا ليس المتصل إنما يا متكلم ستظهر مثالب الإخوان فأظهر مثالب الخصوم كذلك، فقد تكون مثالب الخصوم أعظم بكثير من مثالب الإخوان في هذه الأيام. فالمسألة مسألة مفاضلات، وكنت قد سمعت أن بعض المشايخ ألف رسالة أو ألقى خطبة فيها ماذا لو حكم الإخوان المسلمون، فكان من الجدير أيضا أن يلقي خطبة ماذا لو حكم العلمانيون، ماذا لو حكم الليبراليون، ماذا لو حكم الديمقراطيون. فهنا تتم المقارنة ويكون الشخص على بصيرة من أمره هذا. فالمقام يحتاج إلى جمع للكلمة وإلى تعاون لإعلاء كلمة الله ولتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض. أقول ذلك ولست أنا من جماعة الإخوان المسلمين، إنما أنظر ما الذي يقربني من الله أتحرى، أرى أنه يقربنا من الله أن نتعاون ونتكاتف وتجتمع كلمتنا لإعلاء كلمة الله ولتطبيق شريعة الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بالله عليك يا عم الشيخ، بس كنت عايزة نمرة الموبايل بتاع حضرتك ده. خذيها من الإخوة هيعطونك إياها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل ما حكم وضع اليمنى أو أين توضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع؟ أختار ما قاله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما، فالأمر في ذلك واسع والأدلة تحتمل القولين والله أعلم. وذلك أن الذين قالوا بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع استدلوا بعمومات كقول سهل بن سعد الساعدي أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة، كقول وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فعمل بالعمومات فريق. والذين قالوا بعدم وضعها استدلوا بحديث ثم اعتدل قائما حتى يرجع كل مفصل إلى موضعه، قالوا والموضع الطبيعي لمفصل اليد أن تكون مرسلة، فالأمر واسع والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخ. واحد صاحب جوزي بيقول له يعني نروح نعمل عمرة ونقعد نستنى عنده لغاية الحج، يعني هنروح العمرة ونقعد نستنى عنده يعني، بس نروح الحج يعني احنا عاملين كده في نروح الحج أصلا، فهل هذا يجوز ولا؟ إن حججتم بهذه الطريقة فالحج صحيح مع مخالفته لولي الأمر هنالك، لكن إن تم فالحج يصح، لكن هناك خلاف لولي الأمر هنالك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك. كنت عايز اسال حضرتك سؤال، هو انا دكتوره صيدلانيه، فاحنا عندنا الشغل بتاعنا ممكن ان انا بسجل مدير الصيدليه وبقبض وانا قاعده في البيت، يعني انا ما بنزلش الشغل خالص، بقبض مرتب كل شهر، هو طبيعه العمل كده، لكن المفروض يعني المفروض ان انا بعلم الرؤساء بتوعي ان انا بنزل، لكن انا ما بروحش الشغل، وده موجود على كل الناس يعني. اختي فكنت عايز اعرف انت هذه هذه العمليه كونك تتقاضي راتبا من اجل اسمك من أجل صفتك كصيدلانية ولا تذهب لعمل ولا تباشرين، فيها غش للأنظمة وفيها أخذ مال بغير حق، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: هل صحت رواية مسح الرأس 3 مرات أم لم تصح؟ أقول: هي رواية شاذة، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرأس تمسح 1 فقط تقبل بها وتدبر، أما رواية ومسح رأسه 3 فلا تثبت، والله أعلم. يسأل عن حكم الترتيب في الوضوء، الظاهر وجوبه والله أعلم، إلا أنه يستثنى عند الاغتسال من الجنابة كما هو معلوم، الغسل الوضوء فيه ليس بواجب في ثناياه، إنما الغسل نفسه مجزئ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. 4 أسئلة بعد إذنك. تفضل. واحد قال لي زوجته عمي خليكي تقعدي طول حياتك عند والدتك مرة. نعم. حلف على زوجته يعني يقول لها خليكي تقعدي عند والدتك طول حياتك. ماذا قال؟ هي ما اللفظ الذي تلفظ به؟ قال اخليكي تقعدي طول حياتك عند والدتك. اخليكي تقعدي طول حياتك عند والدتك. والثاني والله لا تقعدي، والله ما انت قاعده فيها دلوقتي يعني في البيت يعني. والثالث؟ والسؤال الثالث لو ما سمعتيش كلامي ما تلزمنيش. والرابع؟ وبعده خليكي تقعدي عند امك يعني في حمك يعني. كل هذه الأسئلة، كل هذه الألفاظ لا يقع بها طلاق ولا شيء عليه، ويبدو من أسئلة الشخص أنه موسوس، فليقلع عن وسوسته مستعينا بالله. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟ وهل الحديث الأذنان من الرأس واجب؟ أما الحديث صحيح، أما الحديث فليس بصحيح، ومسح الأذنين مستحب ليس بواجب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت الصيدلي الصاحب. نعم. الصيدلي الصاحب بياخد براتب على الرخصة. الصيدلي ايه؟ صاحب صيدلية. ايوه صاحب صيدلية ماله؟ بياخد اجر، بياخد مرخص الصيدلية دي وبياخد اجر على الرخصة لواحد تاني. اجبت بان هذا لا يجوز، لانه تضمن غشا، تضمن غشا لانظمة الدولة، وتقدم وتضمن ايضا اخذ مال بغير حق. السلام عليكم. يقول: لم ألتزم في الغسل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت تحت الدش فغمرت جسمي بالماء فقط، هل غسلي صحيح؟ نعم غسلك صحيح، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل: قلت لزوجتي يحرم علي دخول بيت أبيك، ثم ذهبت إلى بيت أبيها، ما حكم يميني هذا؟ حكم يمينك أنك تكفر كفارة يمين، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة سيدنا الشيخ. نعم. لو سمحت عايزة يعني أسأل حضرتك في سؤال بس. تفضلي. أنا يعني أنا يعني ساكن جنبي أخ متوفي. سمعني يا شيخ؟ سمعك. واحد مات ساكن ساكنا بجوارك. ده أخويا وزوجته بتتعامل مع جوز بأسلوب وبتتعامل معانا بأسلوب تاني. يعني بتتعامل معانا كويس ولما جوز يجي مثلا من بره أو كده والعيال يكون عندي تزعق فيهم، يعني معاملتها يعني وحشة، فعامل زي فتنة بينه وبين جوز. فأنا يعني عايزك تفيدني يا شيخ أتصرف إزاي؟ ألا ممكن تأخذي رقم الهاتف؟ أستوضح أكثر وأنصح بما يقربنا من الله جميعا إن شاء الله. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: أين توضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هل على البطن أو على الصدر أو عند النحر؟ أقول: الأمر في ذلك كله واسع. إن شئت وضعتها كذا على البطن، إن شئت وضعتها أسفل السرة، إن شئت وضعتها إلى أعلى. فكل الأخبار التي وردت في تلك الصفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلم فيها لا تصح. ومن أضعف الأقوال، أعني وأقلها انتشارا بين الفقهاء، قول من قال على الصدر. فعلى أي حال يجوز أن تضع اليد اليمنى على اليسرى في أي موطن، والله أعلم، إلا أن النبي نهى عن التخصر أن تكون هكذا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ مصطفى لو سمحت. يعني هسألك سؤال بس، أنا في واحد جاري هنا اخوه خبطته عربيه هنا على الطريق، عايز اعرف ايه حكم الديات. هو اللي خبط الدكتور وقال ان هو عايز يعرض عليه ديه وكده، بس دلوقتي ان هو للاسف بيتهرب منه، فهو فعلا يجوز عليه الديه؟ والديه دي في الشرع وفي الدين فعلا؟ نعم قتل الخطا لاهل المقتول ديه. الديه نعم. معروفه مقدره في النظام المصري بما يقارب 36.5 كيلوغرام من الفضة، وإضافة إلى ذلك، هذا للرجل، المرأة على النصف من ذلك، يضاف إلى ما ذكر تحرير الرقبة، فأنت لن تجد رقبة تحررها، فأخرج قيمتها وهي نصف عشر الدية، إذا لم تجد صمت شهرين متتابعين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، بس احنا بابا متوفي واحنا 5، 3 بنات وولدين، وهو سايب لنا 3 شقق ومامتي عايشه، وفي اخ فيهم قاعد في شقه بعد ما بابا توفى بقاله مثلا بتاع 10 سنين في الشقه، واحنا دلوقتي بنطلب يعني منه ان هو يدينا يعني باقي الشقه ويدينا حقنا. طيب سؤال، السؤال بقى حضرتك، يعني احنا دلوقتي مش من حقنا ناخد منه، ولا هو عشان قاعد في الشقه من زمان؟ لا، من حقكم ان تاخذوا منه. ناخد منه. نعم. والشقه يعني نبيع الشقه ونقسم، يعني من حقنا ناخد نعم منه. نعم نعم. نقسم ازاي يا شيخ بعد اذنك؟ هما ولدين وثلاث بنات وام. الام لها الثمن، لها الثمن، وثلاث بنات ولدين باربع اقسام، ثلاث بنات ثلاث اقسام، اصبحت 7. يعني الأم أولا ترفع لها الثمن، والباقي يقسم على 7، الولد قسمان والبنت قسم واحد من 7. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها،
والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، آمن أهلها، اللهم آمين. هذا ولما للنصارى في مصر علينا من الحق، حق الجوار، وقد أمرنا بالإحسان إلى الجار، فلهم علينا حق أن نذكرهم بالله وبدينه القويم، فمن حقكم علينا أن نطلب لكم الأمان في الآخرة، وذلك بإرشادكم إلى ما يجلب لكم الأمان في الآخرة، فأنتم على ما أنتم عليه من دعوة الولد لله كفار، فالله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، فأمنوا معشر النصارى خير لكم، وصدقوا برسل الله الكرام، وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا وأذكركم أيضا أن ما يفعل من صكوك الغفران لا يليق بعاقل أن يقبله، وذلك لأن الذي يغفر هو الله، فكيف تذهب وتفضح نفسك عند قسيس أو قمص وتعترف له بكل ذنوبك وكل جرائمك، ثم هو يعطيك صقا يبين لك في أن ذنبك قد غفر؟ من الذي يتألى على الله ويقول إن الله غفر أو لم يغفر؟ هو سبحانه فعال لما يريد. هذا وأهيب بالصوفية في مصر وفي غيرها أن يقلعوا عما هم عليه من البدع والضلالات والخرافات بل والشركيات عند فريق منهم، وهم هؤلاء الذين يذهبون إلى الأموات ويطلبون منهم المدد وكشف الضر وجلب النفع. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يستمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. وختاما أذكر المشير الطنطاوي ومن معه من المجلس العسكري بتقوى الله سبحانه وأن يلزموها، وبدلا من إرهاق النفس بتشريع دساتير جديدة يشرعها بشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون ويجاملون ويوالون ويعادون، أنصح المشير وأعوانه بأن يقدموا للناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أي دستور، ولسنا بحاجة إلى مجالس تشريعية تشرع لنا، ولسنا بحاجة إلى مجالس كشعب وشورى ولا غيرهم يشرعون لنا، فعندنا كتاب الله خير كتاب، فليت المشير يفعل، يسلم له أمره في دنيا وفي آخرته، يسلم له أمره في دنيا وفي آخرته، أن يخرج على الناس من غده قائلا أو من يومه قائلا: أيها الناس، ارتضينا لكم كتاب الله وسنة رسول الله دستورا، ولسنا في حاجة إلى التعب والإرهاق، ولك أسوة حسنة في ذلك، فسبقك إلى ذلك أمير سعودي وهو نايف ابن عبد العزيز، إذ خرج على الناس في بلدي يقول كلمة موجزة: إن المملكة العربية السعودية دولة مسلمة سنية سائرة على كتاب الله وسنة رسول الله دستورها القرآن الكريم والسنة النبوية، فهذا أأمن لنا وأسلم لنا في ديننا، وهذا من مقتضيات إيماننا، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم
والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولنا عن علم يفديه.